هاي خميس الأسرار هو تذكار العشاء الأخير بين المسيح وتلاميذه بالعلية قبل صلبه، لما حول خبز المائدة لجسده والخمر لدمه وغسل إجرين التلاميذ بنفسه. بغسل الكاهن خلال القداس الإلهي إجرين 12 شخص بيرمزوا لعدد رسل المسيح. بيزور المؤمنين 7 كنايس كرمز الالتزام بأسرار الكنيسة السبعة، وبعض علماء الدين بيربطوا هالتقليد بالأماكن السبعة يلي قصدتها العذراء لما عرفت باعتقال ابن يسوع. بيتم صمد الإربان على المذبح بعد انتهاء القداس، وبيسجد المؤمنين أمامه كل الليل وبيتذكروا نزاع المسيح ببستان الزيتون. مين قال إنه بخميس الأسرار تنرفع كل أنواع الزينة من الكنائس ما عدا المذبح تعبيراً عن الحزن الكبير؟ أنا قال بشوفكم بكرة.